هذا البرنامج برعاية دلالة القابضة، الثقة والابتكار. خفض البنك الدولي توقعات النمو الاقتصادي العالمي لعامي 2019 و2020 وكذلك التقديرات الخاصة ببعض الدول سواء تلك المتقدمة أو النامية مع توقعات متشائمة بشأن التوترات التجارية. المزيد في العرض التالي. ومعنا عبر سكايب من باريس الدكتور كميل الساري، أستاذ الاقتصاد والعلاقات الدولية بجامعة السوربون. أهلا بك دكتور. صندوق النقد الدولي لم يتحدث بعد عن توقعات 2019، ربما في 21 من الشهر الجاري تحدث سابقا بشكل غير مفصل، لكنه سيفصل خلال أسبوعين، لكنه قال إن منحنى التجارة العالمية والصناعة وحتى مديري المشتريات في انخفاض منذ بداية عام 2018 بعد الارتفاع الذي بدأ منتصف 2016 وصولا إلى زخم كبير وارتفاع في 2017 وفي نهايتها وبداية 2018 بعد ذلك شهدنا هذا الهبوط الدراماتيكي. أيضا البنك الدولي توقع أن ينخفض النمو الاقتصادي العالمي بعشر في المئة مقارنة بثلاثة في المئة في 2018 إلى 2.9 في 2019. ما هي الأسباب التي أدت إلى ذلك بالرغم من أن الزخم كان موجود؟ ما الذي جرى؟ هذه الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة التي كلا البلدين يعني فرضوا رسوم جمركية إضافية وفي بعض الأحيان جد مرتفعة على مئات المليارات من الدولار. يجب التذكير أن الولايات المتحدة والصين يشكلان
أهم ناتج إجمالي محلي في العالم، و 20% من التبادلات التجارية العالمية يعني. وهذه الإجراءات عندها انعكاس سلبي ليس فقط على الميزان التجاري، ولكن كذلك على أنشطة الشركات التي تنتج هنا بعض المكونات وتنتج هناك مكونات أخرى وتجمعها أو تبيعها في هذا البلد أو ذاك، فهذا يعني يخلق الاستقرار. من جهة أخرى يعني النمو الاقتصادي في الصين تباطأ، يعني يعرف تباطؤ طفيف جراء هذه الإجراءات، لأن الصين هو مصدر كبير للولايات المتحدة وللعالم. وأوروبا تعرف كذلك تباطؤ في النمو الاقتصادي، وهذه ما تتناوله يعني كل وسائل الاستخبارات الأوروبية. طبعا للتوضيح فقط، مؤشر مدير المشتريات حينما يكون فوق 50 يعني ذلك أن هناك توسع في الاقتصاد، وحينما يقل عن 50 يعني أن هناك انكماشا، وهذا ما يعني أوضحته المؤشرات في 2018 بأن هناك انكماش أو اتجاه إلى الانكماش. هل سيستمر أم لا؟ التوقعات تشير حتى الآن إلى أنه ربما يستمر أو يكون بوتيرة أبطأ ربما نوعا ما. سؤالي لك فيما يتعلق بالدولار، ننتقل إلى نقطة أخرى. الدولار الأمريكي قوى في 2000، أصبح قويا في 2018 بفضل قوة الاقتصاد الأمريكي الذي انعكس وأدى إلى زيادة أسعار الفائدة 4 مرات. إلى أي مدى أو هل لذلك دور فيما جرى من انكماش أم لا؟ هناك دور يعني ارتفاع الدولار للأسباب التي ذكرتها يعني هذه اللحظة، ولكن هناك كذلك عامل ارتفاع نسبة الفائدة في الولايات المتحدة بشكل يعني مستمر، يعني 4 مرات، والاحتياط الفيدرالي قال بأنه سيرفعها، وعكس أوروبا التي تعرف يعني انخفاض في نسبة الفائدة حتى على عند المستهلكين والمستثمرين. وهذا العامل يخلق من جهة تباطؤ ولو طفيف في التصديرات الأمريكية، لأن العملة لما تكون قوية يعني الصادرات يعني تعرف بعض الانتكاسات. إذا أخذ مثلا بوينغ ومنافسها إيرباص، لما يكون هناك ارتفاع في الدولار فبوينغ يمكن أن تخسر 10 مليارات دولار في نفس الوقت، وهذا عنده انعكاس ارتفاع سعر صرف الدولار، عنده انعكاس سلبي على الموارد المالية للدول الناشئة، حيث أن عديد من الرساميل الكبرى العالمية والأمريكية خصوصاً يعني تعزف على الاستثمار في هذه الأسواق الناشئة وتستثمرها في الولايات المتحدة، مما يعني يضر بديونية هذه البلدان وعملاتها وأنشطتها الاقتصادية. دكتور، إذا كانت الدول المتقدمة أمريكا، أوروبا، اليابان، الصين ستتعرض لتباطؤ في النمو الاقتصادي وفقا ل التوقعات البنك الدولي وأيضا صندوق النقد الدولي، فما بال الدول العربية التي تعاني أصلا موازناتها من انكماش وتضييق في النفقات، وأضف إلى ذلك أيضا دخول وشروط صندوق النقد الدولي في خمسة بلدان عربية تقريبا، كل هذا إذن ماذا سيؤدي بهذه البلدان وبهذه الشعوب؟ نعم، يجب الفصل بين الدول العربية المصدرة للمحروقات للنفط خصوصا، فهذه البلدان ستعرف تراجع في عائداتها من العملة الصعبة، لأن أسعار النفط عرفت هبوط ملحوظ، كان من الممكن أن تصل إلى 90 أو 100 دولار البرميل، والآن هي في حدود 50-55 دولار البرميل، وهذا عنده يعني كسلبي أوتوماتيكي، بحيث أن هذه الدول أغلبها تصدر
90% من صادراتها هي النفط والمحروقات، وبزاويتها تكون يعني متأثرة بهذا الانخفاض، لأن ربما 60% من الرسوم الجمركية العائدات الضريبية تأتي من تصديرات المحروقات. والدول الأخرى التي لا تصدر، وهو صحيح أنها يعني تعرف تدخل في صندوق النقد الدولي، لماذا؟ لأن مديونيتها ترتفع. أذكر تونس، المغرب، مصر مثلا، الأردن، والدول غير مصدرة للنفط. فهذه الدول يعني تراجعت فيها الاستثمارات الأجنبية، لأن هذه الاستثمارات هي مرتبطة بالنمو الاقتصادي العالمي في الدول الصناعية. عائدات السياحة كذلك تراجعت، وكذلك يعني تراجع ملحوظ لتحويلات العمال العرب إلى بلدان المصريين، مصر مثلا أو تونس أو المغرب. يعني العائدات ترتفع إلى 6 مليار يورو، في تونس 2 مليار، وفي مصر يعني تتراوح بشكل أو بآخر ربما إلى 20 مليار دولار. شكرا جزيلا لك عبر سكايب من باريس، دكتور كميل ساري، أستاذ الاقتصاد والعلاقات الدولية بجامعة السوربون، شكرا جزيلا لك. شاركونا مشاهدينا الكرام بآرائكم. موازنات الدول العربية في عام 2019 تتجاهل احتقان الشارع وتمعن في التقشف وجباية الضرائب، شاركونا بالحلول بعد الفاصل. نتابع من هذا الحساب. لا أعلم أين تذهب ميزانيات الدولة العراقية وهي تقارب مليار دولار، طبعا ربما أكثر من ذلك بكثير، وإذا كانت مخصصات المحافظات تقاس بالملايين فميزانيات محافظة نينوى على سبيل المثال هي مليون دولار فقط. الأرقام طبعا مختلفة. جريت يقول أو تقول لهذا الحساب: العقارات طيحة وركود سياحي وانخفاض سعر البترول، هروب استثمارات واختيار وجهات جديدة بسبب اضطرابات جيوسياسية، عجز ميزانيات، بداية أزمة مالية، أهلا 2019. ناصر الكواري: الآن الميزانيات العربية منشغلة بشراء الأسلحة والاستشارات الأمنية والأجهزة التي تتنصت على شبكات التواصل الاجتماعي. أشكركم متابعينا على الفيسبوك، الشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام، نلتقي في الأحد القادم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله.